أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أهم مقومات النظرية التي قبلها المشهور وأسس لها أستاذنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه، أن الواقع في كل مفردة مرتبطة بالنص الديني، أعم من أن يكون ذلك النص مرتبطا بأمر عقدي أو مرتبطا بأمر عملي وفقهي، أن الواقع واحد لا يتعدد على نحو التواطي. يعني إذا قبلنا أن القضية أليف هي أمر واقعي فهي للجميع ولكل الأزمان ولكل الأفراد على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم. أنا إنما أقدم هذا البحث حتى يتضح لذهن الإخوة أنه لماذا نريد أن نقف عند هذه المفردة. هي التي تمثل مفتاحي نظرية تأثير الزمان والمكان. يعني عندما أضع يدي، من باب المثال، الأمثلة هواية تقرب المطالب إلى الذهن، عندما أضع يدي على الشطرنج في لوح الواقع، في اللوح المحفوظ، في الواقع، ونفس الأمر له حكم، ماذا؟ له حكم واحد في ذلك الزمان أو في هذا الزمان، لخاتم الأنبياء أو للإنسان المتعارف. وهذا معنى أنه واحد متواطي لكل الأزمان ولكل الأفراد ولجميع ماذا؟ الدرجات والطبقات. هذا مثاله، وهكذا عشرات الأمثلة. عندما تضع يدك، افترضوا، على الخمس في المؤونة، في النتيجة، في لوح الله وفي علم الله الواقعي وفي اللوح المحفوظ، هذا الذي نعبر عنه بأنه الواقع، الحكم الواقعي. هذا الحكم الواقعي لفائض المؤونة هو ماذا؟ هو إخراج خمسه، سواء كان في الصدر الأول من الإسلام أو في هذا الزمان، ولإنسان يملك مال أو لا يملك، مهم الجميع ماذا؟ سواء كان نبيا أو كان إنسانا ماذا؟ متعارف. هذا هو أساس نظرية أن الواقع واحد ماذا؟ ومن هنا تجدون أن سيد الشهيد قدس الله نفسه قال أن النص كاشف عن ماذا؟ عن هذا الواقع. إذا لا يمكن أن يكون لهذا النص أكثر من ظهور ماذا؟ موضوعي واحد. مستحيل أن يتعدد ظهوره الموضوعي. لماذا؟ لأن الظهور الموضوعي، لأن إذا كان الواقع واحدا لجميع الأفراد، لجميع الأزمنة، لجميع الدرجات، بمختلف الشروط والظروف والزمان والمكان، وبطبيعة الحال ليس لهذا النص الكاشف عن هذا الواقع إلا ماذا؟ إلا ظهور موضوعي واحد. إما نصيب ذلك الظهور الموضوعي، وإما ماذا؟ وإما نخطئ ذلك الظهور الموضوعي. أتصور القضية على المبنى واضحة، وهذا هو مسلك ومنهج ما هو قائم ماذا في حوزاتنا العلمية. طبعا الأعلام سروا هذه القضايا، هذه المسألة، إلى القضايا ماذا؟ إلى القضايا العقدية أيضا، قالوا في المفردات العقدية أيضا كذلك. هذا النص الذي بأيدينا
الذي يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن الإمامة، يتكلم عن العصمة، يتكلم عن علم الإمام، يتكلم عن المعاد، يتكلم عن حقيقة المعاد، يتكلم يتكلم. هذا النص إنما يكشف حقيقة ماذا؟ المعاد. المعاد جسماني لو مو جسماني؟ يقول والعرف ببابك، أن انظر بأنه ماذا يفهم الناس ماذا من آيات المعاد وروايات المعاد. هذا المعاد الجسماني. إذن للجميع عندما يريد أن يعتقد، سواء كان أمير المؤمنين، خاتم الأنبياء، أولياء، أو كانوا أناس ماذا؟ عاديين، اعتقادهم لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ هذا الاعتقاد. مو أن واحد يعتقد بالمعاد حقيقة وحقيقة المعاد يفسرها بشكل، والآخر يقول نعم لعموم الناس ماذا؟ بشكل آخر. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذا الأمر الإيماني في الواقع ونفس الأمر هو ماذا؟ واحد لو متعدد، واحد متواطي لو مشكك، متواطي. إذا لا معنى لأن نفرض بأنه الناس في هذه المفردة الإيمانية العقائدية يختلفون، هسه إما في الزمان، إما في الدرجة، إما في الطبقة، إما غير ذلك. ما أدري واضح الآن مدعى المشهور ماذا يقول؟ أنا كل همي من خلال الأمثلة اللي ضربتها بالأمس، ولعله الآن أضيف عليها بعض الأمثلة، أريد أن أبين أن هذا الواقع واحد لو أن هذا الواقع متعدد. ها؟ أريد أن أثبت أن هذا الواقع متعدد، ولكن مو متعدد في زمان واحد، لا لا، قد يكون متعدد باختلاف الأزمنة، قد يكون متعدد باختلاف ماذا؟ درجات وطبقات الناس، وإن كانوا في زمان ماذا؟ في زمان واحد. فإذا استطعنا أن نثبت تعدد الواقع، ولكن مو اعتباطا، تعدد الواقع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اختلاف الزمان، بلحاظ اختلاف درجات وطبقات الناس، إذن الظهور الموضوعي الكاشف عن الواقع بعد يكون واحدا لو متعددا. ها؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذا الظهور الموضوعي الكاشف عنه ماذا يكون؟ متعدد. هذا النص الذي بأيدينا قبل 1000 سنة تعطيه لطبقة من لفقهاء، لعلماء، لمتكلمين يفهمونه بنحو، وإذا جاء هذا النص إلى زماننا يفهمونه ماذا؟ بناء على الرأي الأول يقول أحدهما هو المطابق للواقع والآخر ما هو؟ غير مطابق. وإن كان حجة ولكن مطابق أو غير مطابق؟ غير مطابق للواقع. أما إذا قبلنا أنه بتعدد الزمان الواقع أيضا بشرطها وشروطها أيضا ماذا؟ يتعدد. وإذا تعدد أولئك بحسب زمانهم لهم ظهور موضوعي، ونحن بحسب زماننا ماذا؟ لنا ظهور موضوعي آخر. أيهما حجة؟ الجواب ذاك حجة لهم ولو كنا في زمانهم، هذا حجة علينا، هذا الذي في زماننا أو ليس، ولو كانوا في زماننا حجة عليهم أو ليس حجة، ليس. حتى أقرب إلى ذهنك المطلوب، شخص يأتي ويعيش في 700 الأولى، في 500 سنة الأولى، واتفقت وأجمعت كلمة الفقهاء على نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب. هو بينك وبين الله وظيفة العملية شنو هي؟ ها؟ أن يعمل بنجاسة. هذا الحجة عليك. ولكن الآن أطبقت، افترضوا الكلمة على ماذا؟ هذا هو الحجة، على الطهارة، هذا هو الحجة. إذا ذاك تنقل إلى زماننا بعد ذاك مو حجة عليه. إذا أنا يودوني إلى ذاك الزمان بعد هذا حجة علي أو ليس بحجة علي؟ ليس بحجة. أنا كل همي إخواني الأعزاء أريد أن أثبت
على مستوى جميع المعارف الدينية. هذا الذي أعتقده بيني وبين ربي، على مستوى جميع المعارف الدينية، لا فقط على مستوى البحث موضوعات الحكم الشرعي. ها، وإن كان نحن الآن صارنا 50 درس نتكلم ماذا في تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. الآن القضية تبين أوسع، الادعاء اللي دا ادعي أوسع من هذا بكثير، يعني أن الزمان والمكان لهما تأثير على مجمل المعرفة. ماذا؟ مجمل المعرفة الدينية. هسه تقول لي خب على هذا الأساس لعد كل واحد يأتي من من السوق ويقول أنا أقدم قراءة، شنو؟ أقدم قراءة دينية، هم حجة. هذاك بيقدم قراءة مناقضة، هم حجة. الجواب كلا، لا لا، ليس الأمر كذا. شوفوا إخواني الأعزاء، إذا ثبتتم مبدأ ما يمكن مع وجود بعض الموانع أنت مباشرة ترفع اليد عن المبدأ. افترضوا بأنه نحن من القائلين، وهو مشهور فقهاء، إجماع فقهائنا، أنه بجواز المتعة، واشكل هسه واحد يجي يقول مولانا في ظروفنا المعاصرة إذا أجزنا المتعة بعد أساس لا يمكن التمييز بين ما يخالف الشريعة وبين شنو، لأن كل من يقول له يقول شنو أنا مستمتع. خب هذا معناه أن يجي من الرسائل العملية ومن الأحكام الشرعية نرفع جواز المتعة يعني؟ لا، لابد نجي نسوي ضوابط ونضع قوانين حتى هاي القضية الثابتة ماذا نفعل لها؟ ها؟ نضبطها، مو أنه بمجرد ابتلينا ب4-5 موانع أو إشكاليات نرجع ونقول ماذا؟ أصل القضية باطلة. لا، ليس الأمر كذلك. مثال عقلي، والإخوة كلهم الحمد لله دارسين. افترضوا عقليا جنابك ثبتت الترجيح بلا مرجح، شنو؟ محال، باطل، يعني يمكن أن يقع ولكن لا يقع. محال ترجيح بلا مرجح عقلا، ماذا؟ محال، مو قبيح، محال. ستقول لي الآن أنا أنقض عليك 10 نقوض، خلي قطعتين خبز أمامك متساوية الشكل والقرب والمسافة وأنت جائع، في النتيجة تمد إيدك لو هاي لو شنو لو لها تأكل أحد القطعتين، وين المرج؟ أو إناءين من الماء، وين المرج؟ أو خلفك أسد يطاردك، هاي الأمثلة المعروفة، خلفك أسد يطاردك وأمامك طريقان أنت متساوي النسبة إليهما، مو أن واحد أطول واحد أقصر. في النتيجة تذهب إلى ماذا؟ أقول لك لماذا رجحت أليف على باء، يمين على يسار؟ تقول لي ما أدري. هذا معناه أنه لأنه ما علمت، نرجع ونرفع اليد عن قاعدة أن الترجيح بلا مرجح محال، نقول ممكن؟ لا، نقول أكون أنا مرجحات ولكن أنا التفت إليها أو لم ألتفت. لماذا؟ لأنه المبدأ مبدأ عقلي. إذا ثبت أمر قاعدة نقلية أو قاعدة عقلية أو أمر ثبت بالنص القطعي مع وجود 4 مشاكل، هذا ليس معناه أن ترفع اليد عن شنو؟ عن القاعدة. هذه التفتوا إليها، لأنه إحنا عندما بمجرد نقول تعد قرأت خب الحمد لله لعد كل واحد يجي، لا لا، مو القضية مو هالشكل، أنت بهالطريقة تتعامل معها، حتى أنا أخاف أقول لا لا لا، مو تعدد قراءات، مو تعدد قراءات، لا، ليس القضية بهذا النحو. عندما الذي يقول بتعدد القراءة وأنها كلها حجة وأنه إلى آخره، أيضا لابد أن يذكر ضوابط، كما أنه علماءنا الآن في علم الأصول عندما آمنوا بوحدة القراءة لو بتعدد القراءة، آمنوا بوحدة القراءة وضعوا ضوابط، مو كل واحد يستطيع أن يأتي إلى علم الفقه وإلى الوسائل ويقول بأنه الظهور الموضوعي من الرواية الكذائية كذا، ليس الأمر كذلك. هناك ضوابط، قواعد، أسس، على أساسها نقول صحيح أو ليس ماذا؟ أو ليس بصحيح. ما أدري واضح الآن البحث، وهذا مجمل البحث، هذا إجماله كما يقال، تفصيله إن شاء الله إحنا الآن بصدد بيان تفصيله. إذن مجمل النظرية المتعارفة والمشهورة بين الأعلام من قدماء ومعاصرين
أن الواقع في كل مفردة مرتبطة بالبعد الديني واحد متواطن. هذا ايش قيدوه؟ لأنه احنا همتنا في كثير منها نعتقد أن الواقع ماذا؟ واحد، ولكن نقول درجاته ماذا؟ مختلفة. طبعا وبعض الأحيان نعتقد أن الواقع شنو هو؟ متعدد، ها، مو بالضرورة إلا لابد يكون واحد ومشكك. لا، في بعض الأحيان نعتقد ماذا؟ اندفع إشكالكم. في بعض الأحيان أيضا ماذا؟ نعتقد بأنه الواقع ما هو؟ متعدد، لأنه ليس في كل ما هو متعدد نستطيع التصوير شنو؟ تصوير التشكيك. افترضوا إذا قلنا بأنه فلان عمل لفلان حرام ولفلان مباح، هو يمكن التصوير التشكيك بين المباح والحرام مثلا؟ ما يمكن تصوير التشكيك. وهذا الذي بالأمس ذكرنا بأنه بعض الأمور فرب مباح قد يكون ماذا؟ واجبا على بعض، وقد يكون حراما على بعض. أمثلة العرفية واضحة الآن، أي إن صح التعبير الأفندي لا يتأذون، أي أفندي يوقف مولانا الآن بالشارع مولانا يأخذ سندويشة ويأكل ما حد يعترض عليه. أما بيني وبين الله إذا يشوفون فد معمم حتى لو لم يكن كذا وبيد الجقارة هالشكل مولانا والسندويشة هالشكل يأكل، الناس يقبلون منه أو يرونه؟ وهذا من المحرمات أصلا. أنا ما أدري الإخوة العراقيين يعرفون أصلا من، لعلهم من دخلوا أول مرة إلى إيران وجدوا أن المعمم يركبون ماطورات ونساءهم خلفهم، أتصور يعني أصيبوا بالحيرة، معقول يعني؟ بل هذا متعارفنا، أما عندكم في العراق أصلا من المحرمات هذا أصلا، أصلا تسقط عدالة. هاي المروة اللي يقولها في باب العدالة، ماذا يقولون؟ هذه اللي مصادقها تختلف من زمان إلى زمان. فرب مباح يكون مكروها، فرب مكروه يكون ماذا؟ يكون حراما. هذا باختلاف الأشخاص، باختلاف الأزمنة، باختلاف باختلاف إلى غير ذلك. إذن أرجع الآن، هذا إجمال البحث عندما اتضح. الآن إحنا بالأمس ما هو المثال الذي ضربنا للإخوة؟ ضربنا مثال القضية العقائدية، قلنا بأنه لا أقل نستطيع أن نصور طبقات متعددة في المسائل العقائدية، وحيث أن الفقه، هذه من المباني أصول موضوع أخذها، وحيث أن الفقه تابع للبعد المعرفي كما نعتقد، إذن إذا تعددت الدرجة المعرفية للإنسان أحكامه الفقهية أيضا ماذا؟ وشواهدها في الروايات كثيرة، لا أقل بالنسبة إلى النبي الأكرم وأئمة أهل البيت وعموم الناس. أنتم تجدون أن هناك مجموعة من الأحكام اللي بالنسبة إلينا مباحة لا إشكال فيها، ولكن بالنسبة إلى المعصوم ماذا؟ إما واجبة وإما ماذا؟ وإما محرمة. ولذا نحن ذكرنا بالأمس، قلنا بأن ما بين في الشريعة يمثل الحد الأدنى من التكاليف، ويوجد فوقه درجات. يعني إذا فرضنا أن الواجبات 100، هذا الذي هو خاتم الأنبياء أو خاتم الأوصياء، هاي الواجبات 100 عنده، وعنده إضافة شنو؟ 10 واجبات أخرى، 20 واجب آخر. إذا المحرمات بالنسبة لنا 100، هو مو أنه ما عنده محرمات، لا لا لا، هو عنده محرمات 100 وشقي وأكثر. هسه من أين جاءت هذه الزيادة؟ جاءت من خلال ذلك البعد المعرفي، وإلا إن لم يكن ذلك البعد المعرفي كان حكمه حكم هؤلاء الناس عموما. وهذه نظرية يذهب إليها بعض الأعلام، بل جملة من الأعلام، ولكنه هسه أنا ما أدري واقعا في الفقهاء من يذهب إليها أو لا، لا أعلم، هذه تابعوها. لعله أيضا جملة الإخوة، بعض الإخوة نقلوا لي بالأمس أنه بعض الفقهاء المعاصرين أيضا يذهبوا إلى ذلك. جيد جدا، وايد جيد،
واقعا اذا عرفنا بانه ايضا، لانه هذا ما مكتوب في مكان حتى الانسان يراجعه، ولكن اذا ثبت انه بعض الفقهاء ايضا من المعاصرين يعتقدون بهذا، هو جيد. انسان يخرج من وحشة الوحدة ان صح التعبير، ولا اقل يحصل له شبه قرائن بانه لا، هذه القضية الاخرين ايضا عندما تعاملوا مع النص الديني ايضا انتهوا الى نفس ماذا؟ الى نفس هذه النتائج. من هؤلاء الذين بني تفسير الميزان عليه هو السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وما لم تفهم أنت هذا الأصل في تفسير الميزان لا يمكنك الوقوف على مباني ماذا؟ على مباني هذا التفسير. هذا البحث بشكل منظم أشار إليه في رسالة الولاية إليه، هاي اللي أنا عندي مطبوعة الآن تحت عنوان الإنسان والعقيدة، اللي هي للسيد الطباطبائي، طابعتها مكتبة فدك في الصفحة 217. هناك يوجد عنده بحث يقول تتمة فيما يدل على ما مر من الكتاب والسنة. يقول الناس على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى، هاي في كل زمانها مو فقط هسه، بعض يقل وبعض يكثر، ولكن عموما هاي الطبقات الثلاث ماذا؟ متوفرة. الطبقة الأولى طبقة استطاعت أن تصل في أعلى درجات المعرفة الإلهية، اللي هو يعبر عنهم كطبقة الأنبياء والذين عبر عنهم القرآن أنهم من المقربين. الطبقة الثانية، أنا ما أقرأ كل المطالب، الطبقة الثانية يقول أن هؤلاء وصلوا إلى مقام الإحسان، هؤلاء عبدوا الله، ولكن ما عبدوا الله وأنه يروه، وإنما عبدوا الله أن تعبد الله كأنك تراه. ما لماذا نقول كأنك؟ باعتبار أنه درجة فوقها توجد أنك. قال أرأيت ربك؟ قال ويلك، كيف أعبد ربا لم أره؟ أمير المؤمنين هم يعبد الله كأنه يراه، أو يعبد الله وأنه يراه؟ ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، ذيك الرؤية الخاصة، الرؤية القلبية التي أثبتتها النصوص القرآنية والروائية. أما أنا وأنت عندما نعبد الله، الله حاضر عندنا لو نجلس في حوزاتنا العلمية وألف دليل نقيم أن الله موجود لو ما موجود، يعني غائب لو حاضر هو، ولا بينك وبين الله أنت تجلس الآن وتقيم الدليل أن الشمس موجودة؟ لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك الشمس ما هي؟ حاضرة، حاضرة محسوسة. أما عندما تبدأ تبحث عن الدليل لإثبات وجوده، فإذا حاضر هو لو غائب، إقامة الدليل على شخص، هذا الدليل أنك تؤمن بغيبته لو بحضوره، أي منهما؟ أنا لا أتصور أنه يوجد عاقل يقول بأنه أنا مع أني أعتقده حاضر، ولكن مع ذلك أقيم الدليل على ماذا؟ ولذا تجدون أن الإمام أمير الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة ماذا يقول؟ قرأتم متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. ومرارا أنا ذكرت قلت هاي عميت عين لا تراك، هذا مو إنشاء، مو الإمام دي يدعو علي، الإمام يقول لي بأنه مدى تشوف لأنك شنو؟ أعمى، هذا إخبار مو إنشاء. عميت عينون يعني الذي لا يراك أعمى، وأنا في الأعم الأغلب نحن شنو؟ ها؟ عميان، ولكن معتقدين شنو احنا؟ ها؟ نشوف. ايش وقت نفهم جن عميان؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، عجيب وين كانوا؟ وين وصلوا؟ على أي لحظة؟ خلونا في هذا البحث. هاي من الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة اللي أنا وأنت اللي هذا يعبر عنها، والطبقة الثالثة غير الطبقتين الأوليين من سائر الناس وعامتهم. لا يروح ذهنك من سائر الناس وعامتهم، ترى احنا مو عوام، لا لا لا، دي يتكلم على مستوى البحث ماذا؟ بحث العبادة وبحث الغيبة والحضور الإلهي،
قد يكون الإنسان من حيث الفقه والأصول والفيزياء والكيمياء هو عنده عالم، هو يعرف الاصطلاحات، ولكن على مستوى التوحيد والمعرفة الإلهية والعبادة لعل عبادته أدنى من كثير من عبادات عموم. ماذا انت قد تجد بعض الناس مولانا عندما يقف في صلاته خاشعا، والله لا يعرف أمتنا علم وكذا معه، ولكن خاشع خاضع. أما أنت مولانا لا، ما عندك الحضور. أنا ما عندي الحضور، ما أدري. واضح هذه القضية. ثم يأتي إلى صفحة 219. أنا مهم عندي هاتين القاعدتين اللي أسس لهما. القاعدة الأولى: إن إذا تأملنا في هذه في حال هذه الطبقات الثلاث وجدناها تشترك في أمور ويختص بعضها عن البعض ماذا؟ بأمور مشتركة في أمور. هذا اللي عبرنا عنه هي الحد الأدنى شنو؟ ها؟ من الشريعة. هاي مشتركة بين الجميع. مو أنه فرد شيء حرام علي ولكن إلى شيء يصير مباح. لا لا لا، ماكو أبدا أبدا ماكو. بالعكس يصير يكون مباح علي وعلي شيء يصير. يعني بعبارة أخرى، كلما ازدادت معرفته ازدادت مسؤولياته، لو ازدادت امتيازاته. ها ابدا ابدا، هاي القاعده احفظوها. مو انه والله فرد شيء الله محرم علي ولكن من توصل رسول الله يقول لا لك شنو. لا لا لا، مو هالشيء. هسه ادري تعدد، انا ما ادري تعدد الزوجات، قلت خلوه في محل. فلهذا لو انت تصبر هاي الجمله كان قلت جوابك مجاوبت. قلت ولا تنقضوا علينا بتعدد الزوجات. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، من كان في وسط الكلام، مو لكم ها، بدي أتكلم بشكل عام الله أعلم، من كان في وسط البحث واحد يتكلم يقول له لو كنت تصبر أنت إذا هذا السؤال اللي جاي بذهنك ما جاي بذهني وأنا ما جاوبت إليك حق أنت، آخر مطاب قول شوف أنت ما جاوبت واقعا إجا بذهني، هذا إجا ولكنه الآن مو محل بحث، أبحث في محله، وهو أنه أساساً تعدد الزوجات أساساً هو امتياز له مسؤولية. هذا بحث يخلوه في محله. إحنا نتصور تعدد الزوجة شنو؟ ولهذا شوف هاي الهوس اللي عندنا في تعدد الزوجات. إذا كنا مثقفين الناس أن تعدد الزوجة أصلاً الزواج هو امتياز له مسؤولية، مو إحنا أخذنا الزوجة شنو هي؟ امتياز. أخذنا اللي عنده فلوس يعني شنو؟ امتياز. اللي يصير عضو مجلس النواب، شوف هاي الملحمة الآن بالعراق على شنو؟ والله لو كانت مسؤوليات كانت اكو ملحمة عليها لو الناس يجردون منها. لا مولانا بيها جواز دبلوماسي 8 سنوات طبيعي. أخذناها بعنوان أنها امتيازات، فلهذا شنو؟ أما إذا من اليوم الأول ثقافتنا الدينية هذن شنو؟ مسؤوليات. عند ذلك نقترب من الجواب. خلوا هذا يقول: وتختص بأمور، فما يمكن أن يوجد من أنحاء التوجه والانقطاع في الطبقة الثالثة اللي هي أدنى الطبقات يوجد في الأوليين من غير ماذا؟ من غير عكس. ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصة، يعني تربيتهم الدينية هناك أمور مشتركة بينهم جميعا، وهناك أمور ماذا؟ مختصة لكل طبقة. ولهذا نجد الشريعة المقدسة تعين أحكاما نظرية وعملية عامة فيما لا يمكن إهماله بالنسبة إلى طبقة من الطبقات من الواجبات والمحرمات، هذا متفق عليها. أما ثم تؤسس بعد ذلك بحسب ما يناسب أهل كل طبقة من المستحب والمكروه والمباح إلى أن يأتي إلى هذه النتيجة المهمة. يقول: فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها، يعني الطبقات الدانية، هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. هذا الذي قلنا مو معكوسها، لا يروح ذهنك إلى العكس، يعني أنه أنا عندي واجبات من توصل يمه باعتبار رئيس هو، فشنو مولانا؟ ها؟
عنده مجموعة امتيازات، فهذن الواجبات شو تصير له؟ مباحات. هاي المحرمات شو تصير له؟ مباحات، يفعل ما يريد. قال: فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى، فحسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أن ذلك كذا إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتعداهم إلى غيرهم. مو أنه تقول إذا خوف صارت حسنات الأبرار سيئات المقربين، خو إذا تبين لعد هاي الحسنة شنو سيئة بعد أسوي له ما أسوي أنا. لا لا لا، أن تكون في طبقة المقربين هذه بعد مو، وأنت من تصير في طبقة المقربين مو فقط أنه يغزال عنك بعض التكاليف، بل تضاف إليك شنو تكاليف إضافية. إذن للمقربين واقع، وللأبرار إن صح التعبير ماذا؟ واقع، ولعموم الناس ماذا؟ هذه وانتظر آثار مولانا، آثارها عجيبة تظهر في الأبعاد الفقهية والأخلاقية وغير ذلك. واحدة من آثارها في العباد، هذا اللي صار في طبقة المقربين لابد عبادته تكون بعد، ها؟ بعد يحق له أن يعبد الله عبادة الأجراء أو عبادة العبيد، أو أن هذه العبادة لا تقبل منه، لا أبدا، لابد أن يعبد الله عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين، عبادة من يستحق العبادة، أهل للعبادة، هذه العبادة المطلوبة منه. ولذا تجدون بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كانت تنزل عليه الآيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لماذا هذا الشقاء في العبادة؟ لماذا هذه الأعمال الشاقة في العبادة؟ لماذا؟ لأنه هو يعرف بأنه مسؤوليته أمام رب العزة ما هي. وبعد وأنت ظهر مولانا تظهر في الذنوب، ذنوب عموم الناس، ما هي ذنوبهم؟ هاي الذنوب المتعارف، يعني شنو؟ يعني لا يكذب لا يسرق لا 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 لا، ذنوبهم شنو؟ لا يكذبون ولا يسرقون، بالإضافة، مو أنه هاي مو ذنوب إلهم، لا، هذه ذنوب، ولكن هم خوفهم أن يرتكبوا هذه، لو خوفهم أن يغفلوا عن الله سبحانه وتعالى، أي منهم؟ ذاك ذنبهم مو هذا. ولذا تجدون العلامة المجلسي ينقل عبارة جيدة وقيمة عن الإربلي في المجلد 11 من مرآة العقول في صفحة 308، أكو عبارة هناك قيمة، أنا الإربلي ما كان عندي حتى أنه أستخرج العبارة منك. يقول: وقال الإربلي في كشف الغمة وغيره أن الأنبياء لما كانت قلوبهم مستغرقة بذكر الله ومتعلقة بجلال الله ومتوجهة إلى كمال الله، وكانت أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وأغرقها عرفانا وأعرفها إذعانا وأكملها إيقانا، كانوا إذا انحطوا عن تلك المرتبة العلية ونزلوا عن تلك الدرجة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتناكح والصحبة مع بني نوعه فإن وغير ذلك من المباحات، أسرعت كدورة ما إلى قلوبهم، فاستغفروا ماذا؟ فاستغفروا الله، وإنه ليران على قلبي. هاي الرواية واردة عن طريق المدرستين فريقين: وإني ليران على قلبي وإني لأستغفر في اليوم والليلة ماذا؟ إذا هالشكل بابا بعض هواي عبادنا هواي أحسن من رسول الله، لأنه بيني وبين الله أبدا لا يستغفر أصلا، ليلة نهارا مقضي مولانا وحرم الحسين مولانا لو الحرم ما من رضا ويعبد الله هو يذنب بعد مولانا أبدا. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رين آخر، مو هذا الرين الذنب المتعارف عندي وعندك، ولكن أنا لأني مأنوس بهذا الذنب بمجرد أني سمعت واستغفر لذنبك، صورت يعني شنو؟ ها؟
يعني هاي المعاصي المتعارفه في علم الكلام. هسه تقول لي سيدنا يعني شنو يعني هاي كل علماءنا ما فهموا؟ لا لا لا، واقعا هو ده يقدم فتفهم للنصوص. انا اقدم ماذا؟ ها؟ فهم اخر، ما اريد اقول قراءه، فهم اخر للنصوص. وهذه قضية واسعة النطاق إخواني الأعزاء، الوقت دي يستغرقني، دي ينتهي الوقت. ولذا الإخوة فقط أرشدهم إليها. يقول: أسرعت كدور إليها لكمال رقتها وفرط نورانيتها، فإن الشيء كلما كان أرق وأنظر كان تأثره بالكدورات أبين وأظهر، فعدوا ذلك ذنبا. مو فعدوا ذلك أصلا، لا نوافق على هذه الجملة، فهو ذنب حقيقة، ولكن ذنب لمن؟ للمقربين، مو ذنب للعموم. أنا وإنت ها أساسا الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ولهذا لو غفلت عن الله سبحانه وتعالى الذنب بالنسبة لي هذا وليس بذنب أساسا، لا أستطيع غير ذلك. أبحاث مفصلة عندي في هذا المجال، لكنه أخشى أن الإخوة الأعزاء يقولون بأن سيدنا بعد البحث خرج عن وضعه الفقهي ودخل إلى مقام آخر. فقط أقرأ لكم روايتين في هذا المجال في أصول الكافي، لأن البحث هو كان جايب، حتى إن شاء الله تعالى من أول أسبوع القادم ندخل في الأسئلة الخمسة، وأنه بماذا نختلف ماذا في هذه الأمور الخمسة. أكو روايتين قيمتين في أصول الكافي، أنا أقرأهم حتى يؤيد هذا المعنى. الجزء الثاني صفحة 44، صفحة 44 و45، الرواية: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. فقلت: أصلحك الله، فكيف ذاك؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها 49 جزءا، ثم جعل الأجزاء أعشارا، فجعل الجزء 10 أعشار، ثم قسمه بين الخلق، فجعل في رجل 10 جزء، وفي رجل 20 جزء، حتى بلغ به جزءا تاما، وفي آخر جزءا 10 جزء، وآخر جزءا 20 جزء، وجزءا 3، حتى بلغ به 2 تامين، ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم 49 جزءا. فمن لم يجعل فيه إلا 10 جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب 10. هذا يقدر أنه يكلف بما هو صاحب 20، أبو 10 الواحد، أو لا يمكن، لأنه يدخل فيما يطاق أو فيما لا يطاق بعد، ها؟ لا أقل التكليف بما لا يطاق، ما نقول محال، لا أقل اتفقت الكلمة عند الجميع أنه حسن وقبيح مولانا. حتى الأشاعرة قائلين التكليف بما لا يطاق ما هو؟ قبيح. هسه ما يقولون قبيح عقلي، ولكن يقبلون قبيح ماذا؟ شرعي. يقبلون أنه هذا لا يمكن، ولكن لا يمكن أن يصدر من الشارع. فمن لم يجعل فيه إلا 10 جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب 20، وكذلك صاحب 20 إلى أن يتم كذا. ولو علم الناس أن الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا. وهذا هو مضمون قوله تعالى في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنت الإناء اللي هو أبو عشرة أجزاء، محال أنه تخلي به إشجيت 20 جزء، ما يمكن هذا المعنى إخوان. الباب مغلق، عد التكاليف لابد أن تكون ماذا؟ ها؟ منسجمة مع ماذا؟ مع درجته المعرفية، مع إنائه الوجودي، مع قدرته على التحمل. ولذا قال بأنه: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، ومن كسر مؤمنا فعليه جبروه. ليش إنه هذا المسكين يتحمل أكثر من هذا إنه ما يتحمل؟ فلهذا لا تقولوا لهم ما لا يحتملون، كلموهم على قدر
عقولهم، هاي القواعد كلها صدرت من الأئمة، ولكن احنا اعمارنا وين قضيناها مولانا؟ قضيناها الا في باب الطهارة والنجاسة، ولا تنقض اليقين بشيء، مع انه هذني هم اصول كافي عمي، وشفين العباس هذني هم اصول، هذا المهم الكافي، انا ما ادري ليش فقط فروع الكافي ولا يهتم احد ماذا، هذني هم روايات اهل البيت، لو هذني روايات موسى وعيسى ما اريد اقول كذا، وهذني روايات اهل البيت، لماذا فقط التبرك برواية الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس والإرث والصوم والحج؟ نعم بيني وبين الله لابد أن نهتم، ولابد أن ندرس الفقه، ولابد ولابد، ولكن إخواني الأعزاء أنتم علمتمونا، يا الحوزة العلمية علمتنا أن ذيك أصول الدين، وهذا شنو؟ بينك وبين الله واحد يقضي عمره في الفروع وينسى الأصول، هذا منطقي؟ عندنا وقت مولانا؟ جيد، رواية ثانية أقرأ وأختم حديثي، الرواية عن سدير قال: قال أبو جعفر: إن المؤمنين على منازل، منهم على واحدة، ومنهم على اثنتين، ومنهم على ثلاث، ومنهم على أربع، ومنهم على خمس، ومنهم على ست، ومنهم على سبع، فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة الثنتين لم يقوى، عنده قدرة، وعلى صاحب الثنتين ثلاث لم يقوى، وعلى صاحب الثلاث أربع شنو لم يقوى، وعلى صاحب الخمس وهكذا، وعلى هذه الدرجات، يعني هذه هاي القاعدة العامة. بينك وبين الله أنت من تروح الطبيب أول شيء الطبيب يسألك إيش قد عمرك؟ ليش؟ لان هاي المضادات اللي ينطيك اياها شوف اصلا تتحملها انت لو ما تتحملها، يقول لك ضارب انت فلان بالع من فلان نوع حبل وما بالع، ليش؟ انه يخشى انه انت فلان حبابي عندك شنو حساسيه ما تتحملهن، والله عندك سكر، عندك كذا، عندك كذا، لماذا؟ لماذا هاي الاسئله؟ 100 سؤال يسال عنك، لماذا؟ لانه اذا اعطاك فلان شيء انت ما تتحمل، بدل ما يصحيك شو يسويك مولانا؟ ها؟ لو يموتك، لو يمرضك مولانا، كونوا على ثقة في العقائد، في المعارف، في الفقه أيضا كذلك، في المعارف الفقهية أنت إذا أردت واحد تجيبه إلى الدين ويومية 12 ساعة تقول له هاي مستحبات وهاي مكروهات، مولانا عايش شان في أوروبا والآن اللي جنو يسلم تقول له تعال مولانا أعطيك مستحبات مال 24 ساعة، يقول هيك دين أنا عندي شغل بي لو ما عندي شغل بي، واعدي شغل عمي رايح شغلي مستعباتش، اذا لابد ان تعرف ماذا تقول، والشارع هذا بيانه، يعني انه بني على اساس انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، هذا تمام الكلام اللي هاي النقطة، وهي اننا لا نقبل ان الواقع واحد لا يتبدل لا يتغير، وإذا كان واحدا فليس بالضرورة واحد متواطي، بل يكون واحدا مشككا، وعند ذلك ينفتح لنا باب تأثير الزمان والمكان في تغير مو فقط موضوعات الأحكام، بل ماذا؟ حتى نفس الأحكام، وبحثه يأتي، والحمد لله. سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك
كل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.